ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. طبعا ست ابتسام حرقت لنا المنيو، بس في حاجة معرفتش تجيبها او راحت عند مخا، دي تلاقيها اسطورة اساسا في الطبخ، ان احنا نعمل منه فتة. بجد ينفع؟ اه، شوية فتة فول بقى، استنى بس اطفي ايه البتاع ده، شوية فتة فول حراتي، انما ايه في حتة لوحدها كده. طيب مقاديري ايه عشان اعمل الفتة دي؟ يلا تعالي اقولك. اول حاجة انا عايزة برضو الفول الحراتي ده متفصص، تاني حاجة بصلاية برضو مفرومة ناعم، وتوم، وفلفل حار احمر مفروم، كزبرة مفرومة ناعمة، مكعب مرقة خضروات، ملح وفلفل اسود. طبعا احتاج شوية عيش، بصي محمصاه فين في الفرن ولا شارب زيت ولا اي حاجة، بس عينك عليه، شوية زيت عليه اهو وحمصته في الفرن. طيب عايزة بقى صوص الزبادي بتاعي عبارة عن ايه؟ كوبايتين زبادي، معلقتين كبار طحينة، ثوم مفروم، عصير ليمون، هريسة شطة، وكزبرة مفرومة. نقول تاني، نقول كمان، فتة الفول الأخضر الخطيرة عبارة عن ايه؟ الفول فصصته، وبعدين حطيت له بصل وثوم وفلفل، طبعا يعني حار، لو عايزين تبدلوا الحار اختياري، ممكن نحط فلفل ايه الوان احمر، والكزبرة، ومكعب مرقة خضروات، وشوية ملح، وفلفل اسود، والعيش اللبناني اللي حمصناه في الفرن بشوية زيت صغيرين قوي، وصوص الزبادي اللي عبارة عن كوبايتين زبادي، ومعلقتين كبار طحينة، وثوم مفروم، عصير ليمون، وهريسة شطة، وكزبرة مفرومة، وبس كده. اه بس كده. أول حاجة هعملها إني أنا هرش شوية زيت كده هنا، تمام، وهحط البصل والثوم كالمعتاد اهو. الاول زي الوصفه الثانيه، بصل وثوم، ماشي. تعالوا كمان بسرعه كده نقول مقادير الرز بالفول الاخضر، علشان لحد ما اسلق كده الفول نبدأ نعمل الرز. طيب مقادير ايه طبق الرز اللي هنعمله بالفول الحراتي او الفول الاخضر؟ يلا مقاديري ايه؟ اول حاجة هنا برضو الفول الحراتي فصصته، وبعدين شبت مفروم، بصلاية مفرومة ناعمة، مكعبات زبدة، كوبايتين رز ابيض، او طبعا ينفع يتعمل بيه الرز اللي هو البسمتي، ملح وفلفل اسود، وكمون، ومكعب مرقة. تاني الرز بالفول عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفول هنا الحراتي فصصته، وبعدين ربطة شبت مفرومة، وبصلاية مفرومة ناعمة، ومكعبات زبدة، وكوبايتين رز، وملح وفلفل اسود، وكمون، ومكعب مرقة خضروات. هعمل ايه في الحلة عندي؟ وبرضو هحط الزبدة والبصل اهو، واحط عليها البصل. يا سلام على شوية الرز دول يا جماعة، تحفة. وعندي هنا كمان المكعب، وعندي هنا كمان الفول. حاضر، ادي الفول وادي المكعب مع البصل والثوم، وهقلب هنا البصل والثوم بتاع عندي هنا ايه الفتة. هحط ايه بقى؟ برضه هحط هنا الفول، وهحط هنا مكعب مرقة الخضروات، الاتنين زي بعض. هحط هنا شوية مية وهنا شوية مية، هنا هسلق الفول وهنا كمان هسلق الفول، بس كده. اه، ونقول الو يا ست الكل. الو يا حبيبه قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ فاتوره الموبايل عليك المره دي. انا موافقه، كفايه حسك اللي في الدنيا. انا موافقه، كفايه حسك اللي في الدنيا يا حبيبتي. حبيبتي والله فداكي الدنيا كلها حبيبتي، والله ربنا يخليكي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. طمنيني صحتك عامله ايه؟ احسن الحمد لله. يا رب دايما. كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. يا رب دايما، يا رب دايما، ربنا يخليكي. عايزه اقول لك تسلم ايدك. تسلمي لي. وعايزه اقول لك ايه الامر
القمر اللي انا شايفاه على الشاشه ده. ربنا يخليكي ليا يا روحي. بجد بجد اسكتي، ده انا شعري مضايقني اساسا من بدري. شعري مضايقني من بدري ومعجنني. تدخلي تقولي لي انا والله جميل ربنا جميل. لا 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 جميل بجد. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. انا مش بحسد، الله اكبر. لا انا عارفه طبعا، يا نهار ابيض. حسد ايه يا حبيبتي؟ والله يا حبيبتي الله اكبر عليكي يا حبيبتي. ربنا يسعدك. قولي لي بقى الفول بالنسبه لك ايه؟ عشقي طبعا. بتاكليه ازاي؟ بصي انا باكله ممكن يتسلق وبرش عليه كمون وليمون. ايوه. وممكن كده بقى مع المش. ايوه. ومع الجبنه الاسطنبولي. الله. ما اقولكيش. الله بقى الله بقى. ما اقولكيش. بصي انا عندي استعداد ما اكلش اي حاجه خالص خالص الا الفول الحراتي واي حاجه جنبه. عايزه اقول لك كنت لسه بحكي دلوقتي مع الساده مديرين التصوير، بقول لهم بقى يا سلام يا جماعه مع الفول ده بقى وشويه جبنه قديمه او بتنجان. كنت قاعد جنب ماما روعه وهي روعة. بتقور البتنجان في البلكونه على باب البلكونه كده، وانا اقعد جنبها بطبق الجبنه القديمه والله العظيم والعيش. ها وافضل بقى اللي هي طلعه من البتنجان يقولوا لي ناي. اه ناي اه ناي. وهو ده اللي بالعديد. كنت بعشقه بعشقه الاكله دي. لا هي فعلا الفول بجد اول ما بيطلع مش قادره اقول لك كل يوم لازم يكون موجود في كده شنطه فول على السفره. بتعمل ايه؟ لازم هي لازم تعمل لازم تكون موجوده. سناكس بقى اللي هو النضال. أيوة. كده تحس ان هو عارفه مهمه مهمه ولازم اللي هو احنا مش جعانين، ما احنا عارفين ولا شبعانين. تسالي بدل ما تعملي تقزقزي لب ولا اي حاجه. لا هو مهمه رسميه عارفه اللي تي 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 لازم نخلصها. فلانه والسيف على قلبك يا حبيبتي وقلبك كل القناة حبيبتي. وعايزه اقول لكم النهارده كل سنه وانتم طيبين بمناسبه طيبة اول حبيبتي. شعبان حبيبتي كل سنه وانتي طيبه ويقعد علينا طيبة كلنا الايام بخير يا رب. وعلى كل الكرو يا رب كده. اللهم بلغنا رمضان يا رب. امين. وكل سنه وانتم طيبين مسيحيين مسلمين. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبه قلبي. امين يا حبيبتي. تسلم ايدك يا قمرايا. تسلم ايديكي. ربنا يخليكي ليا. وعايزه اقول لرنون وحشتيني قوي 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 ومستنياكي بفارغ الصبر ترجعي بقى ان شاء الله. يا حبيبتي ترجع بقى بسلامة حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. شكرا ليكي يا قلبي. سلامة ألف سلامة. الله يسلم. طيب دلوقتي أنا علشان عملت إيه؟ الفتة. طيب ناقص لي إيه هنا في البت في البتة في الفتة؟ الكزبرة عندي هنا أحطها، وبعدين هبدأ أجهز فين؟ في الصوص. مش عايزة أقول لكم ريحة الكزبرة بقى أول ما اتحطت على الفول يا نهار ابيض على الحلاوه تحفه. عندي هنا كمان الفلفل الحار. كل ده معايا هنا اهو. وبعدين برضو بسوي الكزبره. يا جماعه على الاكل عموما لازم تجربوها الكزبره والبقدونس يا جماعه، ما تخلقوش بس للمحشي، لا ده بيتحط على حاجات كتير. نعمل ايه بقى؟ نجيب طبق حلو كده علشان نقدم فيه. نحط اول حاجه عندنا هنا العيش اللي حمصناه اهو، نوزعه كده. الله متحمص الفرن كده خفيف ولذيذ. ونبدا نعمل الصوص بقى بتاعنا. ماشي. الصوص اللي هو عباره عن ايه اللي بيربط لي الليله دي كلها بقى؟ عباره عن ايه؟ زبادي، طحينه. ادي الزبادي وادي الطحينه، طبعا ثوم وعصير الليمون وهريسه الشطه. اتفرجوا بقى على الحلاوه. وعندي هنا كمان رشه ايه؟ البقدونس. وهحط ملح وفلفل اسود واقول الو حبيبتي. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله يا روحي. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. القمر والعسل والحلاوه دي بقى. ربنا يخليكي ليا والله. تسلمي لي. رافعين معنوياتي كده على طول. على طول كده. قولي لي حبيبتي. نعم يا قلبي. بتعملي الفول الحراتي ايه تاني غير ان انت تاكليه اللي هو كده؟ يعني بعمله في الصيام على طول فول وبدمعه وعلى شويه حبه رز كده. الله. يعني بتعمليه بالدمعه وعليه شويه رز معاه؟
ايوه ايوه إيه بصيام على طول كده. دي فكره. وبعد فول وجبنه هما ده الاثنين اللي بعمله. الله بقى الله. طب انا عايزاكي بقى تجربيه كمان. الفته بيبقى حلو قوي قوي، حلو جدا الطبق الفته ده هيعجبك قوي قوي بجد. انت اللي عاملاه حياتي، خليكي ليا. وكمان بقى الطبق الاخير، طالما بقى بتحبي الجبنه القديمه والحاجات الحلوه المشطشطه دي، بموت بقى فيه كده، بموت في الفول الاخضر والجبنه. بصي الوصفه اللي جايه دي بقى دمار شامل، بعشقها. خلاص هاكل معاكي بقى. حياتي تنوريني والله يا حبيبتي، تنوريني تنوريني يا حبيبتي. وبابا سلامي للاستاذه رنا وسلامتها، الف الف سلامه والله. الله يسلمك يا حبيبتي. يوصل يا رب السلامه يا حبيبتي. يا حبيبتي ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، شكرا. وبابا سلامي للاستاذه مدام سهاء. مدام سهاء ابتسام. ايوه حبيبتي دي حبيبتي. جميله والله، ما تتخيرش عن تتخيرش عنكم كلكم يا حبيبتي والله. جميله حبيبتي. بقول ببعت سلامي لها وكل سنه طيبه يا حبيبتي. كل سنه وكلنا طيبين يا حبيبتي. نورتيني يا ام شنوده. بنورك يا قلبي والله حبيبتي. يا حبيبتي وسلمي لي على ابو شنوده كتير. باي يا حبيبتي. طيب بصوا بقى، انا عندي هنا الفول الحراتي خلاص استوى، احط عليه الرز. الفول الحراتي استوى، بحط عليه الرز اهو في نفس المرقه اللي بالزبده والبصل والثوم، هو ده اللي انا عايزاه خلاص. واروح احط له شويه ميه كمان اهو. بس كده، خلوا بالكم مش هحط اكتر من كده، علشان انا عندي هنا ايه، عندي الفول بينزل ميه. على فكره كمان عصره ليمون هيبقى حلو قوي. تعالوا بقى نحط شويه الملح بتوعنا وشويه الفلفل الاسود، ونقول الو يا مدام نبيله. ازيك يا حبيبتي؟ حبيبتي ازيك، عامله ايه؟ عامله ايه؟ بتوحشيني خالص. وحبيبتي وانتي كمان صدقيني. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. ايه اخبارك، حلوه؟ الحمد لله حبيبي. يا رب دايما يا حبيبتي، يا رب دايما. وانت سلامة رنا حبيبتي. الله يسلمك، يوصل السلام كلك واجب والله يا مدام نبيل. إيه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، الفول الحراتي بالنسبة لك ايه؟ احكي. انا الفول الحراتي باكله في الصيام بس بسلقه. وبتحطي عليه ايه؟ وبحط عليه شطة وكمون وملح وتوم. هو ده اللي انا هعمله حالا، الوصفه الجايه. ايوه وباكله مع دقه. الله الله، انا بالنسبه لي هعملك شويه دقه تقولي اعملي لي على طول. طب بقول لك ايه، ما تقولي لي الطريقه. اقول لك الطريقه، بتحطي 7 حاجات في الدقه دي. عايزه صوت هنا. وفول سوداني وحمص وشطه وكمون وكزبره وملح. فول سوداني وحمص وشطه وكمون وفول وسمسم يعني 7 حاجات. خلاص انا هعملها على طريقتك. انا يا ريت قريب انا كنت عملتها وجبتها لك. يا روح قلبي يا روح قلبي، اعتبريها وصلت. انا ببعت لمرات اخويا على طول في مصر من الدقه دي. خلاص انا بقى اعتبريني مرات اخوكي بقى. خلاص هي ساكنه في عين شمس. بصي هتصرف هجيبها. خلاص تديني ابعت لك بامانه. ربنا يخليكي ليا والله. بجد بجد انا هعملها، انا هعملها وحياتك على طريقتك. بس قولي لي انا والسيف يا حبيبي. سوداني. بس ما تفسريش الملح ليها، ملح قليل. سوداني وحمص. سوداني. الحمص بتنقعيه ولا حاجه؟ لا لا، ده حمص اللي بيتاكل مش حمص التاني. اوكي، سوداني وحمص الاسبوع. انا مسميه حمص السبوع. وسمسم. وسمسم. وكزبره. وكزبره ناشفه. وملح. وملح. وشطه وكمون. وشطه وكمون، ماشي هعملها. ماشي. بس ما تكتريش الملح، ملح قليل خالص. خلاص ماشي حبيبتي. وكلي مع الفول الاخضر او الفول المسلوق ده. انا في الصيام لازم كل اسبوع اكل اكل. انا كمان بحبه جدا في الصيام الكبير كمان. في الصيام الكبير اساسي معايا، هو كانه طبق المخلل بتاعي. ايوه صح، هو جميل. حبيبتي انا الدقه دي مش بخليها من الثلاجه خالص، بعملها واشيلها من الثلاجه. خلاص انا هعملها.
وعشان لها في البرطمان حلو كده. ايوه دقت يا ست نبيله لاعملها وابعثها حبيبتي. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. شكرا. انا بعمل وبدي اصحابي في الشغل واصحابي المسلمين يحبوها خالص. يا حبيبتي يا حبيبتي دايما لبعض وتسلم ايدك. دايما لبعض يا حبيبتي وتسلم ايدك يا روحي. تسلم ايدك يا حبيبتي بجد. طيب بصوا انا عندي هنا دي خلاص اهي. بصوا الفول استوى. ناخد واحده اهي. بصوا استوت اهي اهي. دوست عليها خلاص استوت اهي. شايفين اهي خلاص دوست عليها طلعت اهي الفول اللي جواها استوت. وعندي هنا الرز كمان هديله تقليبه حلوه كده اهو. بصوا انا عامله شويه رز ايه قليلين بس هديله تقليبه بالمعلقه الخشب. وتعالوا بقى نروح لفاصل نرجع نشوف اخر وصفه. استنوا استنوا. وهنا بصوا عليها بصوا عليها وعلى جمالها اللي باللحمه المفرومه. قبل ما تروحوا الفاصل بصوا ما حطيتلهاش نقطه ميه. شايفين متسبكه في بعضها ازاي؟ تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نختم باجمل طبق بالنسبه لي. استنونا.